الضيافه ديال السي عبد القادر كتواجدوا بالنقطه الحدوديه اللي غادي يعرفنا جميع على هذه المنطقه هذه وغادي يعطينا شي كلمه بهذه المناسبه. نتواجد بمنطقه بن الجراف، المنطقه الفاصله ما بين الحدود المغربيه الجزائريه. هذا الجانب الذي نتواجد فيه هو الجانب المغربي، في حين الجانب الاخر كما تلاحظون الجانب الجزائري أين ترفرف رايتهم عاليا. سيارتهم تتوجه إلى شاطئ قورساي الذي نسميه بالعربية مرسى القائد لطفي، وسيارتنا تتوجه إلى جوهرة الصقر مدينة السعيدية. بالطبع لاحظتم الأسلاك التي تفصل ما بين القرابين، تجمعنا أواصر اللغة القرابة. عندنا نساب في الجزائر، هم عندهم نساب هنايا، عندنا عائلة في الجزائر، هم عندهم عائلة ديالهم هنايا، ولكن للأسف لا يمكن أن نتزاور فيما بيننا نظرا لهذه الأسلاك التي تغلق بين الحدودين. نتمنى في المستقبل ربي يهديهم وتحل هذه الحدود ونوليو كما كنا إخوان على سرور متقابلين، نتزاوروا نخدموا بلادنا نخدموا بلادهم كذلك. عندنا كل ما يؤدي إلى تقدم البلدين، عندنا الفلاحة، عندنا الصناعة، عندنا البترول، عندنا كل شيء جميع. نتمنى في المستقبل تفتح الحدود وتعود المياه إلى مجاريها كما كنا في الماضي. فتحية إلى الشعب المغربي وتحية إلى الشعب الجزائري وتحية إلى الإخوان من الدار البيضاء. شكرا لك سي عبد القادر.